المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني والتي جاءت إيجابية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد، تفاصيلها نناقشها مع أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك دكتور. يعني أمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي، أهلا بك. يعني بداية، هل لك أن تعطينا فكرة سريعة عن برنامج التمويل الممتد للأردن مع صندوق النقد الدولي، وكم مدة هذا البرنامج؟ مساء الخير أخي محمد عمر، أنا أشكرك وأشكر قناة رؤيا على هذه الاستضافة. مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. كما تحدثت في المقدمة، في مقدمة برنامجك، الآن البرنامج هو برنامج يمتد لأربع سنوات. هذا البرنامج يوجد ست مراجعات، تمكن الأردن يعني من هذه المراجعة الأولى، وفي الأمس أنهل كما عرضت في مقدمتك مجلس صندوق النقد الدولي أنهل المراجعة الثانية. كانت المراجعة الثانية عبارة عن سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات بقيادة وزير المالية دكتور محمد العسعس. انتهت هذه المراجعة، تمكن الأردن بعد انتهاء هذه المراجعة من الحصول على مبلغ حوالي 250 مليون دولار، تم تكويل 200 مليون دولار منها صباح هذا اليوم. البرنامج حجمه التمويلي حوالي 1300 مليون او 1300 مليون في الاصل، تم اضافه 200 مليون دينار له او حوالي 300 مليون دينار له نتيجه التزام الاردن بمجموعه من الاصلاحات الماليه والاقتصاديه. هاي اللمحه السريعه عن البرنامج. يعني احنا اربع سنوات في ست مراجعات، تمكن الاردن من انهاء المراجعه الاولى والمراجعه الثانيه، وهذا دليل على يعني خلينا نقول اولا قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب الأزمات، وقدرة المالية العامة على الاستدامة وسداد الديون والوفاء بالالتزامات المالية سواء كانت النفقات أو تحصيل الإيرادات. طيب، كيف قيم خبراء الصندوق خلال المراجعة الثانية عملية الإصلاح الاقتصادي خاصة في مجال الضرائب؟ ما هي أيضا الإصلاحات الضرورية في المرحلة المقبلة بحسب الصندوق؟ الحقيقة هذا البرنامج استند إلى مجموعة من الفرضيات، أهمها عدم فرض ضرائب جديدة على الأردنيين، وبالتالي من أجل زيادة التحصيل الضريبي قام الأردن بمجموعة من الإجراءات على صعيد التهرب الضريبي، محاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. تم إقرار مجموعة من التشريعات والأنظمة التي تساعد الأردن على محاربة التهرب الضريبي، هاي على صعيد الإجراءات الهيكلية، وهذا سوف يعزز قدرة وزارة المالية على زيادة التحصيل الضريبي. هذا فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، في مجموعة من الإصلاحات الهيكلية حقيقة تتعلق بقطاعات أخرى مثل قطاع الطاقة وقطاع المياه. لكن بشكل عام احنا خلينا نقول خبراء صندوق النقد الدولي بشكل عام، بما ان كما تحدث في المقدمه، على الرغم من التحديات اللي واجهت الاردن بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم والتي نتج عنها بالاردن تراجع عائدات السياحه خلينا نقول، تحولات العاملين وزياده الضغوط على الايرادات المحليه. طب دكتور دعني اعود الى فيما يتعلق بالتهرب الضريبي. فيما يتعلق بالتهرب الضريبي وضحت الفكره، ولكن فيما يتعلق بضريبه المبيعات، هل هناك اي كلام حول هذا الموضوع؟ لا يوجد أي نية الآن لمراجعة قانون ضريبة المبيعات. الحقيقة وزارة المالية تقدمت بتعديل بسيط على قانون ضريبة المبيعات، وهو تقصير فترة الرديات، إنما حسب المعلومات المتوفرة لدي لا يوجد أي نية الآن لمراجعة قانون الضريبات باستثناء هذا التعديل البسيط الذي يتعلق بتقصير فصل أو فترة رديات الضريبة على المتعلق بضريبة المبيعات. نعم. أمين عام وزارة المالية دكتور عبد الحكيم الشبلي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.